أصبح صلاح الدين التيجاني الشغل الشاغل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الساعات الماضية بعد اتهامات أخلاقية ورطت الرجل الذي يدعي أنه أحد أقطاب الصوفية في مصر. فما قصته؟ وكيف تورط صاحب الكرامات أخلاقياً؟ ولماذا سارعت الطرق الصوفية إلى التخلي عنه وحيداً أمام تلك المواجهات؟ حكايات حول كرامات لم تحدث. اسمه صلاح الدين التيجاني، اتخذ من محافظة الجيزة المصرية وتحديداً منطقة إمبابة مقراً لدعوته، وقرر أن ينفرد بكراماته وبالمدد الذي يأتيه من السماء وحده ليستقل عن بقية الطرق الصوفية بإنشاء طريقة مستقلة لنفسه وفي منطقة شعبية ينسج فيها الناس الحكايات والأساطير. المريدون المترددون على التيجانية يسألونه الدعاء والبركة، يطلبون منه أن يشملهم بكراماته وبالمدد الذي يأتيه من السماء. اعتبروه ملاذا روحيا لهم. هذه الأوصاف لم تقتصر فقط على مقر التيجاني وضريحه ومقر طريقته الصوفية الجديدة التي أسماها الطريقة التيجانية الجديدة، بل امتدت إلى فنانين ومشاهير منهم نشوى مصطفى، حجاج عبد العظيم، وسمية الخشاب، وأخذهم أيضا يتوسلون إلى التيجانية طالبين منه الرحمات والبركات والنور. الصوفيون لا يميلون إلى الدخول في مواجهات أو مشاكل قضائية، فقط يريدون التمسك بمنهجهم بعيداً عن القيل والقال. لكن التيجاني وجد نفسه هدفاً لجميع منتقدي التصوف بعد أزمة أخلاقية. أما بطل الأزمة فقال إنها تمت فبركتها ضده من قبل فتاة لديها مشكلات نفسية، لكن الأمر لم يخلو من اتهامات أخلاقية للرجل الذي واصل الدفاع عن نفسه، معتبراً أن أي اتهامات تم ترويجها ضده لا تخرج عن كونها مزاعم مختلفة لا أساس لها على أرض الواقع، وأن الفتاة التي قالت بأنه أرسل لها صور غير أخلاقية تفتري عليه. مشيخة الطرق الصوفية سارعت إلى الرد لتبرئة ساحتها من وجود صلاح الدين التيجاني، وذكرت أن التيجاني المسجل لديها هو محمد الحافظي أحمد محمد التيجاني. كذلك شددت المشيخة أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بشأن ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. منظمة حقوقية معنية بالسيدات زادت موقف التيجاني تعقيداً، فبينما يحاول صاحب الكرامات التنصل من الأزمات المثارة ضده، منذراً الفتاة التي وجهت إليه بأنه سيقوم بالتصعيد ضدها، خرجت المنظمة ببيان مفاده أن لديها بلاغات من 3 فتيات بشأن محاولة التيجاني استهدافهن، بينما لا زال الرجل ينفي تورطه في أي من الوقائع المشار إليها. أزمة التيجاني وجدها الرافضون لمنهج التصوف فرصة لمطالبات نشروها واعتبروها مذهباً لا فائدة منه، وبدأوا نشر المخالفات الصوفية القديمة المرتبطة بالأناشيد الأقرب إلى الفولكلور. فهل ستؤثر خروقات التيجانية على مستقبل الطرق الصوفية؟